نعم نبيل، هذه الصور قبل قليل وثقناها مع كاميرا الغد، وهي بعد أن قامت الطائرات الإسرائيلية المسيرة باستهداف مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في الطريق، وتحديدا مقابل محطة دلول للبترول، حيث تعرض هؤلاء المواطنون إلى استهداف مباغت من قبل الطائرات الإسرائيلية المسيرة. وبحسب ما شاهدناه في الصورة، هناك نحو 5 إصابات خطرة وعشرات من الجرحى بين الأطفال والنساء المارة الذين كانوا يسيرون في تلك المنطقة التي تتعرض إلى استهدافات إسرائيلية، لا سيما بعد أن قامت الآليات العسكرية منذ فجر هذا اليوم بعملية توغل محدودة إلى المناطق الغربية والجنوبية لحي الزيتون، تحديدا في شارع رقم 10 وشارع رقم 8، تحديدا محيط الكلية الجامعية ومفترق الدحدوح، حيث تقوم هناك عملية محدودة على ما يبدو من قبل الجيش الإسرائيلي. لكن أنا أؤكده أن هناك عدد من الشهداء وعدد كبير من الجرحى، وما شاهدناه في الصورة نتحدث عن أكثر من 5 إصابات معظمها حرجة وخطرة، وربما تعلن المصادر الطبية في مستشفى الأهلي العربي المعمداني عن ارتقاء هؤلاء الشهداء. وأيضا تم نقل عدد كبير من الإصابات، جلهم من الأطفال والنساء، عبر السيارات المدنية والعربات التي تجرها حيوانات إلى هذا المستشفى، ومن ثم قامت أو هرعت سيارات الإسعاف إلى تلك المنطقة التي تتعرض منذ أيام حقيقة وزادت منذ فجر هذا اليوم إلى استهدافات إسرائيلية من الطائرات المسيرة والمدفعية الإسرائيلية والدبابات العسكرية التي تتقدم في أكثر من محور في تلك المنطقة. ولكن ما نؤكده، نحن هناك عدد من الشهداء، نتحدث عن أكثر من 5 شهداء، وهناك عدد كبير من الجرحى والإصابات نتيجة هذه الاستهدافات. مع العلم نبيل، ننوه ونشير أن قبيل هذا الاستهداف استمعنا إلى صوت انفجار ضخم في المنطقة الواقع ما بين مفترق دولة ومنطقة شعفوط على شارع صلاح الدين بحي الزيتون، ومن ثم تقدم أو تلا تلك الغارة غارة إسرائيلية أخرى من قبل الطائرة المسيرة مقابل محطة دلول، والذي نجم عنها ارتقاء عدد من الشهداء وتسجيل نحو 15 إصابة بصفوف المواطنين الذين كانوا يتواجدون في تلك المنطقة. وبعد فترة قصيرة من تلك الغارتين الإسرائيليتين من قبل الطائرات المسيرة، استمعنا إلى أصوات انفجارات أخرى ناجمة عن الطائرات الحربية الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المصلبة وشارع رقم 8 وتحديدا محيط مسجد علي، وشاهدنا أعمدة دخان سوداء تصاعدت من تلك المنطقة. مع العلم أن هذه المناطق والتي عاد إليها مؤخرا المواطنون بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه وانتهائه من العملية العسكرية التي استمرت 6 أيام متتالية في المناطق الشرقية الجنوبية لحي الزيتون، الآن تعاود الآليات العسكرية الإسرائيلية عملية محدودة في تلك المنطقة، والتي تشهد بين وقت وآخر في منطقة محور نتسريم شارع رقم 10 عمليات ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة والمقاومة الفلسطينية من جهة، وكانت هناك إصدارات أو بيانات عسكرية لكتائب القسام وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي أكدت أكثر من مرة على عملية قنص الجنود الإسرائيليين الذين يتواجدون في تلك المناطق. وعلى ما يبدو هذه العملية جاءت في تلك المنطقة، وكنا نستمع بشكل واضح حتى الساعات الماضية لتحرك واضح للآليات العسكرية وتقوم بإطلاق نار كثيف تجاه منازل المواطنين سواء في منطقة المصلبة أو مناطق مفترق دولة وجامع علي وغيرها من المناطق. مع العلم ووفق شهادات كثير من المواطنين الذين غادروا منذ ساعات الصباح هذا اليوم من تلك المناطق، أكدوا أن القوات الإسرائيلية والآليات العسكرية تتواجد في الكلية الجامعية داخل مباني الكلية الجامعية في حي الزيتون، وهي الفاصل ما بين حي الزيتون وحي تل الهوى في المناطق الغربية.
الغربية، وبالتالي حتى هذه اللحظة نشهد عمليات استهدافات إسرائيلية متتالية على مناطق مختلفة سواء من مدينة غزة أو حتى في شمال قطاع غزة. نحن الآن نشاهد حتى هذه اللحظة أعمل الدخان سوداء تتصاعد شيئا فشيء في المناطق الشمالية لقطاع غزة، وأنت تعلم أن هذه المناطق تتعرض منذ 12 يوما إلى عملية عسكرية إسرائيلية موسعة نجم عنها ارتقاء مئات من الشهداء وتزيد أعداد كبيرة من الإصابات بصفوف المواطنين نتيجة استهدافات مربعات سكنية بأكملها. مخيم جبالي أصبح شبه يعني تم إبادته بشكل مباشر، والمناطق الرئيسية والمناطق المشهورة في هذا المخيم تم استهدافها من قبل الجنود الإسرائيليين والدبابات الإسرائيلية، وكذلك بين حين وآخر تدور عمليات اشتباكات ما بين المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي، وربما شاهدنا الصور الذي بثها الجيش الإسرائيلي لعملية تواجد أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين وهم في أزقة وشوارع مخيم الجبالية للاجئين في شمال قطاع غزة. وتعلم أن هناك صعوبة بالغة الآن إذا ما تحدثنا عن الوضع الصحي هنا في شمال قطاع غزة ومدينة غزة. أنت تعلم مؤخرا تم خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بعد أن تعرض لاستهدافات إسرائيلية من قبل المدفعية الإسرائيلية والطائرات المسيرة، وهذا أدى إلى خروج الكوادر الطبية والجرحى وأعداد كبيرة من المرضى والنازحين إلى المناطق الغربية لمدينة غزة. ومنذ نحو 5 أيام متتالية مستشفى العودة في شمالي القطاع لا زال محاصر من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، ولا زالت هناك مناشدات تصل من الطواقم الطبية، وكذلك أعداد كبيرة من النازحين يريدون أن يخرجوا من تلك المستشفى التي تتعرض بين حين وآخر للاستهدافات سواء من الطائرات المسيرة المدفعية الإسرائيلية من جهة، وكذلك لا تغادر الطائرات المسيرة من نوع كواد كابتر أجواء شمال قطاع غزة، وهناك كانت استهدافات وهناك عشرات الشهداء حقيقة في مناطق مشروع بيت في تل الزعتر في مخيم جبالية في شارع العجارمة في محيط الترانس ومحيط المدارس التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين. وحتى اللحظة منذ نحو 12 يوما لا زالت المناشدات تصل من أعداد كبيرة من المواطنين المحاصرين في تلك المنازل لا يستطيعون الخروج من المنازل من نتيجة الاستهداف المباشر، وبالتالي الوضع الصحي هنا جدا خطر وفي غاية الصعوبة، لا سيما في ظل يعني انعدام المنظومة الصحية وتهالكها وتعرضها لاستهدافات إسرائيلية متتالية من قبل الجيش الإسرائيلي والطائرات الحربية الإسرائيلية. والمستشفى الوحيد الذي يعمل هو المستشفى الأهلي العربي أو بين هلالين المعمداني في مدينة غزة، وبالتالي هناك صعوبات بالغة أيضا في عملية انتشال جثامين. يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلنا في مدينة غزة تامر دلول، ومثل ما يشير هذه مجزرة جديدة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل لحظات قليلة مستهدفا مبان سكنية منازل لمواطنين في حي الزيتون في مدينة غزة، أسفرت حتى الآن عن 10 شهداء بالإضافة إلى 20 مصاب جريح. ونحن نرى في الصور هبة المواطنين في المنطقة لمكان الضربة الإسرائيلية ومحاولات البعض إسعاف عدد من المصابين بكل الوسائل الممكنة مثل ما نرى الآن في هذه الصورة. كل ذلك يأتي في ظل تردي الأوضاع الطبية وخروج العديد من المستشفيات في مدينة غزة عن الخدمة، كان آخرها مستشفى كمال عدوان الذي استهدفه يوم أمس جيش الاحتلال الإسرائيلي بضربة من طائرة مسيرة أدت إلى خروجه عن الخدمة وخروج الكثير من الأطقم الطبية منها على عجل. إذن الأوضاع مؤسفة للغاية، المجازر الإسرائيلية ما تزال مستمرة، وحي زيتون يشهد إحدى هذه المجازر ونحن على الهواء الآن.